بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تطبيق على الجوال أنتجته شركة مايكروسوفت، اسمه مايكروسوفت ماث سولفر. يستطيع حل بعض المسائل في الجبر والجبر الخطي والكالكولس والرياضيات العامة وفي الإحصاء. فجميل أن يستخدمه الطالب ويستفيد منه. هذا عرض عندما تعمل الانستول للتطبيق على جوالك وتبدأ في التشغيل، يظهر لك هذا العرض في مقدمة عن إمكانيات هذا التطبيق. فيستطيع حتى حساب الليمت وضرب المصفوفات، وبإمكانك استخدام الكاميرا في تصوير الأسئلة حتى لو كانت مكتوبة بالخط اليدوي. وباستطاع أي شخص أن يعمل ري إيديتنج للسؤال، يغير السؤال كما يريد. وهنا استعراض للعديد من المواضيع التي ممكن يستخدم فيها هذا التطبيق: حساب تكاملات، تفاضل، إيجاد المشتقات، يعني رسم الفانكشنز. هنا مثلا استطاعت أي شخص إنه يعمل ري إيديتنج للسؤال اللي موجود أوريدي عنده، زي هذا السؤال. فبيعمل ري إيديتنج اللي بغير مثلا الأس تبع الإكس، بحط بدال إكس لين إكس، أي شيء، وبشوف كيف الناتج. الأزرار اللي شفناها هذه بتساعد على كتابة الرموز الرياضية. هذه رسمة، الرسمة ممكن الواحد يركز عليها أكتر ويوضحها، يكبرها، ويشوف مثلا وين الزيروز تبعت الكيرف هذا، وين يكون بيعمل تقارب، وين نقاط الانقلاب، وكل مواضيع الكالكولس. كما يشتمل هذا التطبيق على كويز في بعض مواضيع الرياضيات، بنشط الطالب ويزيده خبرة. هنا مثلا سؤال في الكالكولاس زي الانفينيت سيريز، هذا ممكن هو ينسخها ويشتغل يعملها ايفاليويشن. هذا الايكون تبع التطبيق لو بحثتوا عنه في النت، وبإمكانكم تستخدموه في اشياء كثيرة، منها حساب التكاملات على سبيل المثال. فبيعمل سكان للايمج هذه ويجاب التكامل بشكل صحيح. إن كانت بعض الرموز مش واضحة، لكن هذا معناه إكس لا تساوي صفر، ولما إكس بتساوي صفر النتيجة التكامل تساوي ماينس إنفينيتي. هاي في كويز تحت، وهي بيقول إنه الديريفيتيف بالنسبة للإكس غير موجودة. هو مش دقيق 100%، بيعمل أخطاء، أو أحيانا بيقول لك إنه هذا السؤال يعني لا يستطيع حله. وهذه طبعا يعني من عيوب هذا التطبيق، لكن بشكل عام جربوه وإن شاء الله تستفيدوا منه.